بعد أن تم طردها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، شرعت الدوحة عبر أذرعها الإعلامية بشأن هجوم على التحالف في اليمن، حيث بدأ إعلامها يتحدث عما يصفه بانتهاكات من قبل التحالف الذي كانت الدوحة جزءا منه، حيث باتت وسائل الإعلام القطرية تهاجم التحالف الذي تم تشكيله لدعم الشرعية وإنهاء الانقلاب في اليمن وتحمله المسؤولية كل ما يجري في اليمن حتى انتشار وباء الكوليرا، فيما تحاول الحكومة القطرية التنصل من أي دور في اليمن بالإعلان على لسان وزير دفاعها أنها أجبرت على المشاركة في التحالف، وهو ما اعتبر مبررات توضح التناقض المستمر في سياسة قطر الخارجية، فقد سبقها تفاخر قطر مرارا بمشاركة جنودها في التحالف العربي.